استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر آل قضيبية صباح اليوم الشيخ فهد جابر الأحمد الصباح بحضور سعادة الشيخ عزام بارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد. وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما تشهده من تطور ونماء على كافة الأصعدة، منويا سموه بما تشهده دولة الكويت الشقيقة من نهضة تنموية وما تقوم به من دور محوري في محيطها الخليجي والعربي بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالمستوى المتطور الذي وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين الذي يعبر عن خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بينهما. من جهته عبر الشيخ فهد جابر الأحمد الصباح عن اعتزاز بلاده بما يبديه صاحب السمو رئيس الوزراء من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الوطيدة التي تربط الجانبين وتطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، مؤكدا أن دولة الكويت قيادة وشعبا تترقب دوما بشغف زيارات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لبلده الثاني الكويت لما لسموه من مكانة كبيرة لدى قيادة وشعب دولة الكويت.